تحت الرعاية المشتركة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة ومعالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط، انطلقت بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية فعالية النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الدولي لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون، وذلك لمناقشة دور احتجاز واستخدام وتخزين الكربون في تمكين اقتصاد الكربون العالمي. وقد عبر معالي الوزير عن بالغ سعادته للتنظيم المشترك مع الجانب السعودي الشقيق الذي يأتي إيمانا من المملكتين بقيادة خادم الحرمين الشريفين وحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بأهمية تعزيز المرونة وتقليل الآثار السلبية لتغيير المناخ وضرورة تسليط الضوء على الحلول الواقعة لإزالة الكربون من الجو. وقال معالي الوزير إن أهداف المؤتمر جاءت مواكبة مع رؤية مملكة البحرين 2030 وبرنامج الحكومة من خلال العمل على تعزيز وتمكين اقتصاد الكربون الدائري ورفع الكفاءة الاقتصادية والبيئية للشركات النفطية وشركات البتروكيماويات وتعزيز الطلب على النفط الخام ومنتجاته. وفي ختام كلمته أعرب معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة عن عظيم الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على احتضان الفعالية على أراضيها. وقد افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة ومعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط المعرض المصاحب الذي شاركت فيه عدد من الشركات المختصة في النفط والغاز والصناعة التحويلية والكيميائية وقطاع الطاقة وصناعة الإسمنت والحديد والصلب ومنتجو الأغذية وتصنيع المعدات وشركة الخدمات من مختلف دول العالم. بمشاركة أكثر من 800 مشارك من كبار الشخصيات من وزراء النفط والطاقة في مختلف دول العالم، بدأت في الرياض أعمال المؤتمر والمعرض الدولي لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون الذي يستمر يومين برعاية مشتركة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية ومعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط في مملكة البحرين لمناقشة دور احتجاز واستخدام وتخزين الكربون في تمكين اقتصاد الكربون العالمي. أعلم أن هذا المؤتمر يستحق العمل الذي قمنا بأجله، وأؤمن إيمانا كاملا أن هذا العمل المشترك والجماعي سيحقق رؤيتنا ويشجعنا في مزايا استخدام التقنيات الحديثة ويدل على عزمنا في مجاهده التحديات التي يفرضها علينا مجال تخزين واستخلاص الكربون. وياتي هذا المؤتمر مواكبا لرؤيه مملكه البحرين 2030 وبرنامج عمل الحكومه من خلال العمل على تعزيز وتمكين اقتصاد الكربون الدائري ورفع الكفاءه الاقتصاديه والبيئيه للشركات النفطيه وشركات البتروكيماويات. المؤتمر يناقش آخر ما وصلت إليه التقنية الحديثة لاصطياد الكربون، تخزين الكربون، إعادة استخدام الكربون، وهي تقنيات تستخدم في قطاع النفطي اليوم. يعني كثير من الغازات من ثاني أكسيد الكربون يتم احتباسها أولاً، إعادة حقنها في الحقول، استخدامها لزيادة الإنتاج، استخدامها في المصانع البتروكيماوية، في إنتاج الأسمدة، ولها استخدامات كثيرة في تنقية المياه، في طفايات الحريق. فثاني أكسيد الكربون اليوم غاز أساسي، ولكن للوصول إلى الأهداف المرجوة في سياسة تغيير المناخ العالمية يجب إيجاد فرص استثمارية لمثل هذه التقنيات. وشهد المؤتمر إقامة جلسة وزارية نقاشية شارك فيها معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط، تحدث خلالها عن استراتيجية التحول من النموذج الخطي في الإنتاج إلى نموذج الاقتصاد الدائري من خلال تدوير المواد الذي يرتكز على 6 مكونات رئيسية في اقتصاد الكربون. المؤتمر هو يعني يمثل دول الخليج ويؤكد أهميتهم ودورهم الريادي على مستوى وخريطة الطاقة في العالم في إنتاج النفط والغاز، وهذا التزام بأهمية توفير المناخ الملائم والمناسب لإنتاج الصناعة والنفط والغاز في الخليج وفي المنطقة وفي العالم بأسره. أعتقد أن خطوة جبارة جدا للأمام لوجود يعني مناخ معتدل ولتأثير غازات ثاني أكسيد الكربون على الطاقة وعلى المناخ في العالم، وبإذن الله هذا سيحفظ لنا المناخ الملائم والبيئة المثالية لنا وللأجيال أيضا القادمة التي يعني ستأتي بعدنا إن شاء الله. وصاحب المؤتمر إقامة معرض متخصص شاركت فيه مملكة البحرين
وعدد من الشركات المتخصصة في النفط والغاز والصناعات التحويلية والكيميائية وقطاع الطاقة وصناعات الإسمنت والحديد والصلب وتصنيع المعدات من مختلف دول العالم. تسعى الشراكة السعودية البحرينية من خلال تنظيم هذا المؤتمر إلى تعزيز تقنية احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإعادة استخدامه وتدويره بهدف مكافحة تغير المناخ وتعزيز الإنتاج النفطي. سامي الحمود لتلفزيون البحرين، الرياض.